أبلغت الأمم المتحدة محافظة صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبل خليل موافقتها على تنفيذ المشاريع التي اقترحها على منظمة اليو ان دي بي لتسريع عجلة إعمار ما دمره الإرهاب في بيجي، وبما يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة لعودة النازحين بعد تأهيل القطاعات الحيوية. وكان محافظ صلاح الدين قد طالب في وقت سابق الأمم المتحدة بتأهيل معمل إسفلت بيجي وعدد من المراكز الصحية ومشاريع الماء في المسحق والزوية والصينية، إضافة إلى 200 محل تجاري.